معايا عبر الهاتف الآن كابتن الكبير كابتن أيمن الرمادي المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا اللي عامل موسم محترم جدا. كابتن أيمن مشرف ومنور، سعيد جدا بتواجدك معايا. الله يكرمك يا كابتن كريم، كل سنة حضرتك طيب، بمسها لحضرتك وعلى مشاهدينك ومتابعينك جميعا إن شاء الله. وحضرتك طيب وبخير، عملت مباراة محترمة جدا مع النادي الأهلي حتى التعادل 1-1 بعد الهدف الثاني تغير الأداء يا كابتن أيمن، شفت المباراة إزاي النهاردة؟ الحقيقة زي ما حضرتك قلت كده، بعد الهدف الثاني شوية كنا لازم شوية يبقى في حرص شوية، اندفاع زيادة شوية فكلفنا هدفين بعد كده. لكن عموما على أي حال كان عندنا بعض الأخطاء نحتاج نعالجها. وإن شاء الله بإذن الله أتمنى إن احنا يعني نجود شوية في الأداء. فريقنا فريق جيد، لكن في أوقات كتيرة يعني بيحصل زي ما حصل النهاردة مثلا بعد ضربة الجزاء، يحصل شوية انفعال، يحصل المفروض إن احنا نتماسك بصورة أكبر. يعني كابتن أيمن، هل الموقف اللي حصل بعد ضربة الجزاء وطلب الانسحاب وبعد كده التراجع عنه شتت تركيز اللاعبين في الملعب؟ لا، ما حدش ابدا. احنا اولا احنا بنحترم دايما قوانين اللعبه، ما حدش قال ابدا ان احنا كنا مقررين ان هنسحب. احنا لقينا شويه بالذات بيكهام منفعل ومجموعه منفعله انفعال كبير. يعني كان الكابتن معتز رايه ان هو يقرب اللعيبه شويه ونحاول نهديهم ونقول لهم يعني المباراه يعني بالنسبة لنا كانت مباراة عادية، يعني ما تحتاجش انفعال، خصوصا ان احنا عندنا مباريات مهمة بعد كده منها نهائي الرابطة ونحتاج لكل لاعب يعني. صحيح. فالموضوع كان موضوع تهدئة يعني، ما كانش موضوع، الموضوع ما خدش أكتر من دقيقة يعني. يعني الإشارات دي ما كانش الهدف منها إنه نخرج من المباراة، ده كان هدفها إن أنت بتجمع اللعيبة. لا، كان في لعيبة منفعلة انفعال كبير جدا بعاد عننا. فلما قلنا لهم تعالوا، قلنا لهم اهدوا، الموضوع عادي ونقدر نرجع للمباراه تاني. فيعني هم كانوا حاسين احساس بس ان الكره صعب ان تحصل ضربه جزاء. فده كان احساسهم. واي لاعب يعني ممكن يتوتر بسبب حاجه زي دي. كابتن ايمن، شفت اللقطه دي بعد المباراه؟ شفتها فيديو بعد المباراه؟ شفت لقطه ضربه الجزاء؟ يعني مش عايز انا يعني اتكلم على اللقطه، لان انا في النهايه برضو انا مش حكم. الحكام عندهم حاجات فنيه، هو طبعا الفار استدعى الحكم والحكم اصر على موقفه، لكن كاعتقادي او تفسيرنا اللي هو ممكن يكون صح وممكن يكون خطا، ان اللاعب جاي من ورا سعد، مش يعني مش ما اعرفش الحقيقه. اعتقد ان الحكام، انا الحقيقه حالات زي دي بثق في ناس كده معينة لأن فيها حاجات فنية خاصة بالتحكيم، فببعتها للناس يعني بيقولوا لي رأيهم فيها إيه. منهم الحكم الكبير الكابتن علي بوكسيم والناس دي، فمستني أشوف بس هيقولوا رأيهم في الحالة دي إيه. لكن أنت نفسك مش قادر تحط لها رأي حاسم، أنت شايفها ينفع تبقى كده؟ لو قلت رأيي هبقى متجني على الحكم، لأن أنا من وجهة نظري إن اللاعب جاي من ورا سعد سمير. مفهوم. كابتن ايمن، الموسم ده سيراميكا ماشي بشكل ممتاز جدا على مستوى الدوري وتحديدا بطوله كاس الرابطه، وهو الان امام لقب ثاني او المنافسه على لقب ثاني في كاس الرابطه. هل شايف انه سيراميكا الان في افضل احواله الفنيه وقادر انه يحقق البطوله للمره الثانيه على التوالي؟ الحقيقه سيراميكا عنده افضل من كده. احنا كنا نتعشى من السنه دي، لكن حصلت ظروف خارجه عن ارادتنا جميعا. منها إصابة شكري، كان عندنا شوية خلل في قائمة الفريق. إن إحنا بدأنا الموسم بباك رايت واحد وباك ليفت واحد اللي هو كان هاني وشكري. ودي عملية يعني ما كانتش صحيحة قوي، نحتاج لتجويد القائمة بصورة أكبر من كده. لأن الدوري مش الدوري طويل، السنة طويلة قوي، يعني السنة عدد ايامها اكثر من 365 يوم. يعني احنا النهارده لعبنا نهائي الرابطه اللي فاتت في 22/7، واحنا النهارده 29/7 بنلعب من ساعتها لحد دلوقتي. انا ما اعرفش يعني حتى الواحد
داخ مش عارف احنا ممكن نخلص امتى. داخ هو ده بالظبط كده اللفظ المثالي. فاعتقد ان احنا محتاجين ان احنا نعدل بعض الامور عشان نوصل لمرتبه احسن. محتاجين ان احنا القائمه بتاعتنا يكون فيها توازن اكبر. محتاجين بعض الامور كده. عايزه ترتيب وعايزه تخطيط للمستقبل. ان شاء الله فريق سيراميكا هيكون في مكانه مختلفه ان شاء الله. كابتن ايمن حضرتك مستمر مع سيراميكا كليوباترا في الموسم اللي جاي؟ والله انا الحقيقه يعني مجدد العقد معاهم تقريبا من شهر 3 وان شاء الله باذن الله مكملين ان شاء الله. ان شاء الله. احمد القندوسي فرق كتير مع فريق سيراميكا كليوباترا الموسم ده، هل في اي محاولات لشراء او استعارته مره اخرى من النادي الاهلي ولا خلاص مشواره ينتهي بنهايه الموسم الحالي؟ والله اتمنى ان احمد القندوسي يكمل مع الفريق، لكن شوف الاحتراف ما فيهوش لازم تعمل حساب كل حاجه. واحنا الحقيقه لعبنا مباريات كتيره بدون القندوسي، فريقنا فريق جماعي ما بيعتمدش على فرد، لكن القندوسي قيمه كبيرة وأنا بحترمها جدا وبحترم أدائه، لكن هنتعامل مع الوضع القائم على ما هو عليه، يعني مش ما ينفعش أبدا نتوقف. إن شاء الله بإذن الله لو القندوسي ليه نصيب يكمل معانا هيكون حاجة كويسة لينا، ملوش نصيب ومش هيكمل معانا هنجد البدائل إن شاء الله، والأمور هتمشي إن شاء الله يعني. إن شاء الله. كابتن الكبير كابتن ايمن رمادي المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. طيب